السلام عليكم مزور فينا ومرحبا بكم. ناس جات كاسمه من شيخه قال لكم اللاعبين ما تابعوش التعليمات تاعي في الشوط الاول والشوط الثاني كان لينا، وايضا قاموه انسان طيب ما نقدرش نشك فيه. سمعوه ودوك نرجع لكم واش قال بودبوز، وايضا اداره شباب القبائل تشكر الجمهور المتنقل الى الثوره. لايك الفيديو وابوني في القناه وتركوا لنا تعليق. اسمه بن شيخه دوك نعودوك. اولا كنا نتسناو يعني صعوبه المباراه خاصه في الثوره وفي الارض تاع هنايا، يعني ارضيه صعيبه وفريق عنده لي ريبير ديالو هنايا. الشوط الاول بالنسبه ليا للنسيان، يعني نحكي على الفريق تاعي نسيان، ما حضرناش ما بعد الهدف. نظن ان الفريق تسرع في الدفاع بعد ما سجلنا الهدف الاول، ما شديناش كره شغل، يعني بداو اللاعبين اللي ما طلبتوش، يعني بداو اللاعبين يفكروا في الحفاظ على النتيجه، ولاعبين احنا دقيقه ولا دقيقتين ولا يعني العقل ما يقبلهاش. راه من بعد الشوط الثاني صحيح ان كانت الشوط الثاني تاعنا كانت درنا كل شيء في الميدان الحق، كنا على الاقل يكون عندنا هدف. انا عمري ما نشك في الحكم الجزائري، خاصة الأستاذ اللي دار اليوم سيد قاموح، كله كل احترام، أربيت في المستوى شخصية وفهامة والحق، إنسان محترم جدا. مشيت له على الهدف قال لي عبد الحق ما كانش، سكت نحترمه، وهذا هو، هذه كرة القدم اليوم هكذا وغدوة هكذا. كان يكون الفار كان تكون أحسن ليه، يعني ما يقدرش يقيم، لكن هذه كرة لازم نقبلوا هذه الحق. الشوط الثاني كنا مرتاحين به لأن الفريق ديالي لعب مليح، ليكيب دارت مليح، طبقنا واش كنا نديروا في العشر أيام الأخرى هذه، ما جابش ربي الفرج. إن شاء الله المباراة الجاية. السلام عليكم. واش رايكم فيما قاله بن شيخه حول الحكم وحول اللاعبين اللي ربما ما تبقوش؟ كما قلت لكم اللاعبين كانوا كارثه في الشوط الاول، باصا ما كانش. زيدوا اسمه رياض بودبوز اللي قال لكم كنا هدفنا الفوز ولكن المباراه كانت صعبه. دوك نعطيكم ترتيب شبيبه قبائل وماذا قالت الاداره عبر صفحتها على جمهور شبيبه قبائل المتنقل للثوره. لايك الفيديو وابوني في القناه وتركوا لنا تعليق. اسمه واش قالوا؟ On a marqué et après on s'est mis défensivement et on a plus joué deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. On a eu deux ou trois opportunités de gagner le match, mais sur un synthétique, un terrain difficile un peu. Et voilà, on ne perd pas, c'est déjà un point, mais on aurait aimé prendre trois points. Merci à eux comme d'habitude. Je sais qu'ils se déplacent, ils font beaucoup pour nous et voilà, ils auraient aimé qu'on prenne les trois points et on va leur rendre à la maison, Inch'Allah. Et merci à eux pour leur soutien. إذا اللعبة واعرة يا بودبوز، لأنه الثورة ما كانش فريق الصعب لي حتى ربما تخسروا معه النقاط صراحة، وأيضا ربما الحكم ظلمنا في الهدف وهدف الفوز. يعني الصفحة الرسمية تشكر هنا الجمهور المتنقل إلى الثورة، نشكر الجمهور اللي كان رائع جدا جدا جدا، تقريب الجمهور تاع شباب القبائل أكثر من جمهور الثورة. شكرا للجمهور والإدارة عبر صفحتها الرسمية تشكر الجمهور المتنقل إلى الثورة، وبدورنا نشكره. بارك الله فيكم، وإن شاء الله ولما لا الجمهور في يوم من الأيام سينال الألقاب إن شاء الله ويا فرح. هذا هو ترتيب شبيبة القبائل، راهي في المركز السابع مع 14 النقطة مع ناقص مقابلتين، إن شاء الله توفيق فيهم. لايك الفيديو وابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. فيف جي اسكا، سلام خوتي.